طيب، شفنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح. خلينا نروح نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. من هذه الاخبار: افتتاح مسرح الغد بعد الانتهاء من اعمال التطوير والترميم، وايضا افتتاح فعاليات الدوره السابعه من ملتقى القاهره الدولي لفنون الخط العربي. كمان النهارده هيكون في ماتشات مهمه في الجوله الثانيه من دوري الامم الاوروبيه. خلينا نشوف كل هذه الاخبار من خلال التقرير ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة الثقافة هتفتتح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة، وهيتم تقديم عرض صانع البهجة عسل وطحينة جنان في جنان، إعداد وإخراج الفنان ناصر عبد المنعم. العرض بيضم مجموعة من إبداعات الراحل بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين. كمان النهارده هيتم افتتاح فعاليات الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي تحت شعار رواد مجددون في 100 عام، وهتستمر الفعاليات لحد يوم 20 يونيو الجاري. هتبدأ الفعاليات بافتتاح المعرض العام للملتقى بقصر الفنون بساحة الأوبرا، وهيشارك فيه 125 فنان مصري وأجنبي. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع 7 مباريات قوية في اليوم الثاني للجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، منهم مباراة منتخب النمسا مع الدنمارك الساعة 9:15 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب فرنسا مع كرواتيا.